آسيا بإمكانها أن تقارع هذه الفرق وبإمكانها أن تفعل ذلك. فالتطور الكبير للقارة الآسيوية خصيصا في السنوات الأخيرة أصبح تطورا ملحوظا كبيرا. لدينا الكثير من الفرق في آسيا بإمكانها طبعا أن تقارع الكبار حتى وأن تغيرت أو أن تغير نظام البطولة. لدينا في منطقة الخليج يعني الهلال والساد في أنيوتا بالانتصار وفي أنيوتا بالميدالية البرونزية في هذا المساء من جانبي قبل أن تأتي وطبعا تخضع للأذن عن الاستضافة. كيف ذلك عندما نعود أبري كنه على مستوى مرات يقترب واقترب في الكثير من المرات. المباراة بحاجة إلى هدف حاسم يغير مساراتها يوجه بالميدالية إما أن يكتب التاريخ باحتلاله للمركز الثالث. من قنوات بين سبورتس لهذا الحدث الكبير كلوب وكذلك بالكتيبة الأخرى كنو مكان التاريخ يرحب بتفاصيلها. التاريخ يرحب بمضمونها. كل ما كان ينتظر منك أن تكمل تلك الكرة وتلك المحاولة. هنا دقيقتين تقريبا من هين سدلت من جانب الطرفين. تستمر هذه الحكاية المونديالية الكبيرة. محمد إبراهيم كنو أوه.